الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الفل على عيونكم جميعا. النهارده يوم حاسم طبعا، 19/6/2018. النهارده حاسم يوم الساعه 8 بالليل تحديدا. ان شاء الله النصر لمصر برباعيه مقابل زيرو ان شاء الله باذن الله. محمد صلاح هيجيب ثلاثه هاتريك وفي رباعيه وجول هيجي من حد تاني لسه مش يعني هنعرفه في الماتش ان شاء الله. يوم حاسم برضو على بتوع الثانوية العامة، النهاردة فيزياء وتاريخ، تاريخ مقدور عليه، انما الفيزياء ده الله يكون في عونكم ربنا يوفقكم وان شاء الله احنا حاسين بيكم. انا كنت علمي وعارفة وبكره طول عمري الفيزياء والكيمياء. صباح الفل عليكم وصباح الخير يا حسام. صباح الخير ولا صباح الخير على كل المشاهدين، صباح الخير والبركة، صباح الأمل والعمل. خلاص النهاردة الشوارع القاهرة رجعت زحمة تاني، الناس رجعت لأشغالها، ان شاء الله تكون بداية مختلفة وبداية موفقة لكل الناس، وكونوا حضراتكم استمتعتوا بأجازات العيد وربنا يعيدها علينا دايما أيام إن شاء الله حلوة دايما يا رب. النهارده كمان زي ما قالت ولاد، النهارده يوم قد يكون يوم تاريخي إن شاء الله. كل الأنظار بتتوجه لسان بيترسبرج، المنتخب المصري هيواجه النهارده روسيا في لقاء مهم وحاسم ومفصلي في أيضا مسار طبعا تواجدنا في كأس العالم. أكثر من 30,000 مشجع مصري هيكونوا موجودين في الاستاد النهارده، رقم كبير جدا من أكبر خلينا نقول الجاليات المشجعة في كأس العالم هي الجمهور المصري، أكثر من 30,000 يعني هيكونوا قدنا جمهور وتواجد كبير هناك، ومن وراهم 100 مليون مصري بيشجعوا وبيقولوا يا رب إن شاء الله النصر لمصر ومنتخب مصر اللي بيقوده كمان النهارده النجم محمد صلاح. إن شاء الله هنكسب، ممكن تكون بربعية زي ما قالت ولا يعني خلينا نتفائل، ليه لا، مفيش حاجة بعيدة على ربنا، دي النتيجة من كنترول ولادنا، بالكنترول صح ولادنا يعني قدها وقدود ان شاء الله. خلينا متفائلين، تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله باذن الله، لان هو اصله بصراحة هو مونديال المفاجآت. يعني في فرق كتيرة، فرق الصف الثاني هي المتقدمة، وفرق الصف الاولاني زي عفوا المانيا والبرازيل مثلا، لا يعني في المكسيك بدأنا نشوفها، بنشوف ايسلندا، مع ان انا مش متابعه الكوره الحقيقه وربما لا افقه فيها كتير، بس طبعا مهتمه اكيد. مكسيك، ايسلندا، مين تاني في حد، الارجنتين كمان خدت مباراه كانت برضو صعبه عليها، في السويد قدام كوريا الجنوبيه برضو السويد كسبت. بس السويد طول عمرها منتخب قوي والله. طيب ده جهل مني انا. طيب لا لا طيب دي روح حلوه طيب خلينا نبدا تقريرنا واخبارنا. اكيد طبعا اللي هيبقى ليها علاقه بالمونديال بشكل كبير، اختتم المنتخب الوطني استعداداته للمواجهه المهمه والمصيريه طبعا امام روسيا، وشهد الميران مشاركه كل اللاعبين وظهورهم بشكل جيد، وفي مقدمتهم طبعا النجم محمد صلاح بعد ان تم منح وقتا كافيا للتعافي. دي التدريبات هيت واللعيبه طبعا، وان شاء الله ربنا يكرم كده ونخرج بدون اي اصابات ويكون ماتش موفق ان شاء الله. احنا متفائلين انه هو المفروض بعد الماتش ده يا حسام هنتاهل لل 16 صح؟ لا لا لسه في مباراه ثانيه هتجمع ان شاء الله بالسعوديه، بس دي مصيريه، دي مصيريه طبعا للاستمرار، يعني لو خسرناها هيبقى الموضوع خلاص شبه محسودك. ان شاء الله نكسب وننتصر كمان على السعوديه. خلينا نقول كمان انه واحنا بنشوف لقطات الميران دي، زي ما قلنا لحضراتكم الالاف من المصريين بيترافقوا على مدينه سان بطرسبرج الروسيه طبعا لحضور المباراه ولدعم ومؤازرة المنتخب المصري النهاردة. ويمكن حضراتكم أكيد متابعين، شفتوا من امبارح يمكن على كل وسائل التواصل الاجتماعي العشرات من الشخصيات العامة، من الفنانين، من أعضاء مجلس الشعب، الوزراء الحاليين والسابقين، ذهبوا لمؤازرة المنتخب، رجال الأعمال، يعني في طبعا الألاف والألاف، لكنه كان في تحفظ طبعا إن الناس بعضهم استطاع إنه يخش معسكر المنتخب، وبالتالي يعني رفقا بالمنتخب عشان يقدروا يركزوا. احنا توصلنا مع بعض مصادرنا طبعا واكدوا انه تم تدارك الموقف وانه تم عزل طبعا المنتخب الوطني في دور لوحده وقاعه اجتماعات لوحده، وايضا مرانه هيكون بعيد عن اي تواجد للجماهير عشان طبعا يقدروا يحافظوا على التركيز، ده اللي بناكده لحضراتكم. يعني المنتخب المصري في حاله عزل كامل الان ومحاوله التركيز قبل طبعا السواعات القليله قبل المباراه. طيب نروح
ايضا احنا لسه في مباريات كرة القدم او المونديال، تعالوا نروح نشوف احتفالات الجماهير في التقرير ده. يعني الحقيقه الواحد كان نفسه طبعا يكون موجود ويتواجد طبعا مع الجماهير المصريه، وبالتاكيد حدث تاريخي ولحظات لن تنسى حقيقه. حتى مشاركه مصر في كاس العالم، كل واحد راح شاف برضو في حياته شيء جديد ومختلف. نتمنى ان شاء الله ربنا يكملها عليهم النهارده بالسعاده والنصر لمصر، وقلبنا معاكم ومع منتخبنا الوطني، ونفضل لحد نص سبعة كلها ايام تاريخيه كرويه مصريه. خبر آخر، هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن اللاعبين أدوا ما عليهم طوال الفترة الماضية واستعدوا كويس جدا لمباراة روسيا. تعالوا نشوف قال إيه. محمد صلاح جاهز لمباراة روسيا كما أنه كان جاهزا قبل مباراة أوروغواي الأولى، لكن الجهاز الفني فضل إراحته في هذا اللقاء. لم يحسم حتى الآن مشاركة محمد صلاح أساسيا من عدمه أمام روسيا. نجم ليفربول الإنجليزي لاعب مهم لأي فريق يمثله، كما أنه لاعب مميز أخلاقيا. المنتخب المصري جاء إلى كأس العالم لتحقيق نتائج طيبة. البعض يطالب محمد صلاح بتسجيل 3 أو 4 أهداف، هذا صعب في المونديال لأننا نلعب أمام أفضل منتخبات في العالم، وكل فريق لديه طموح كبير، ونحن أيضا نلعب للفوز ولا نخشى أحد. جربت أكثر من خطة من أجل إحراز أهداف، وأتمنى أن تكون هناك نتيجة أفضل أمام روسيا، خاصة أن اللاعبين لديهم الآن ثقة أكبر في أنفسهم بعد مواجهة أوروغواي التي قدمنا فيها عرضا قويا، لكن النتيجة لم تكن في صالحنا. بالفعل هناك أزمة في الكرات العرضية بالنسبة لنا، لكننا نعمل على حلها وعلاجها من خلال جلسات خاصة مع المدافعين. كمان السد العالي عصام الحضري الحارس الأسطوري للفراعنة قال إن كل اللاعبين بيدركوا أهمية مواجهة روسيا، وكمان قال وشدد على أهمية عودة محمد صلاح وجاهزيته قبل هذه المباراة الهامة. مع أيضا السد العالي لو شارك إن شاء الله حتى 5 دقائق في أي مباراة في كأس العالم هيكون أكبر حارس مرمى يشارك في المونديال عبر تاريخه، هيكون عدد طبعا أكبر حارس سنا متفوقا على حارس مرمى منتخب كولومبيا، هيكون هو عدى كمان 45، وبالتالي يكون حقق رقم قياسي لمصر. خلينا نشوف محاضره. احنا سعداء ان محمد صلاح ان هو رجع بعد الاصابه، وسعداء اكتر ان اللعيبه كلها روحها وكل اللعيبه مستعده، كل لاعب يتمنى ان هو يشارك، كل لاعب مبسوط ان محمد يكون موجود ان شاء الله. حته المشاركه وعدم المشاركه دي بتاعت جهاز فني ومستر كوبر، هو لان هم اللي اصحاب القرار ان محمد يبقى موجود ولا مش موجود. احساس كل اللعيبه اللي موجوده في المعسكر واحساس الجهاز الفني، كلنا مستعدين وجاهزين لمباراه روسيا ان شاء الله. يا رب يا رب بكره يكون التوفيق مع حليفنا ان شاء الله في الماتش، وان شاء الله نحقق 3 بونت، لان كل اللاعب حاسه ان الماتش ده هو نقطه الانطلاقه لنا ان شاء الله في كاس العالم.
فيما له صلة أيضا بالموضوع، أكدت رانيا المشاط وزيرة السياحة استمرار حملة الوزارة للترويج لمصر، وخلال مغادرتها القاهرة وكانت متوجهة لروسيا لحضور مباراة مصر وروسيا في المباراة الثانية للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم فيفا 2018، أكدت المشاط أن حملة وزارة السياحة اللي انطلقت مع بداية البطولة موجودة وبقوة داخل وخارج الملاعب في روسيا، كما تمتد لعدد من الدول الأوروبية، وهي حملة مبتكرة تمزج ما بين أساليب التسويق الحديثة حيث بتشمل مواد ترويجية تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وده تماشيا مع متطلبات العصر التكنولوجية. كمان زي ما قلنا حضرتك كان في حفلة أيضا لطبعا الموسيقار الكبير عمر خيرت، وهي طبعا ضد النشاط الترويجي اللي أيضا ملف المصري والمصري بشكل عام في كأس العالم، وكانت حفلة أيضا كبيرة وحضرها جمهور ضخم مش فقط من المصريين، لكن طبعا كان في جمهور كبير من الروس والأجانب، وبالتالي كانت دعاية جيدة جدا لمصر، وفي نفس الوقت خلينا نقول أجواء متميزة للمصريين في هناك. بختهم ربنا يستر. وعمرو دياب طبعا كنا شايفين برضو صور على الانستجرام والسوشيال ميديا طبعا لعمرو دياب، يعني الهضبه طبعا في اي حته لازم بيبقى الحضور مكثف وكبير، ربنا يوفقهم. خاصه ان الروس عارفين شويه، يعني باعتبار انهم كانوا بيزوروا شرم الشيخ دجله، فعارفين شويه، يعني عندهم خلفيه شويه عن الموسيقى بتاعتنا وعن المغنيين الاشهر وكده، فطبعا كانت اجواء مختلفه. يعني هنروح بقى معاكم هنسيب يمكن اجواء كاس العالم شويه، لكن النهارده هيكون برضو عندنا فقره مميزه ايضا هنتكلم فيها طبعا من الناحيه الفنيه والرياضيه والتكتيكيه، منتخب مصر ايه نقاط القوه والضعف اللي يملكها النهارده واللي هنتجاوزها ان شاء الله بكل الاشكال، وهنشوف شويه من الناحيه برضو التكتيكيه كيف سيكون اللعب المصري النهارده. هنسيب كاس العالم وممكن نرجع الملف برضو مرة تانية نشوف اي تطور جديد ان شاء الله ننقله حضراتكم في صباح اون، لكن هنروح بقى القصة مختلفة، وهي قصة شابة مصرية اسمها مريم رياض، دي قررت ان هي تترك مجال الترجمة ويتحول هوايتها في التصميم لمشروع بيدر ربح وبيحقق طبعا مكسب كمان معنوي كبير، مشروع لصناعة وتصميم احذية الافراح. تركت مجال الترجمة لتحول هوايتها المفضلة منذ الطفولة في التصميم إلى مشروع خاص. تلك هي مريم رياض التي درست تصميم الأزياء لمدة عامين وقامت بتصميم قطع ملابس فريدة قبل أن تتجه لتصميم وصناعة أحذية الزفاف، حيث وجدت نقصا في عدد الأحذية المصنعة محليا. بعد ما تخرجت من الترجمة الفرنسية قررت أن أنا أرجع أشتغل تاني في التصميم، فصممت 12 ديزاين عملت لبس، بس بعد كده لما درست الماركت اكتر لقيت ان في نقص في الديزاينرز بتوع الشوز في مصر، فعشان كده انا قررت ان انا ابدا اعمل تصميم الاحذيه اللي هي للزفاف، لان دي اكتر حاجه تقريبا مش موجوده. فعملت بيج على الفيسبوك وقررت ان انا اصور الشوزات اللي انا عاملاها واعمل لها ابلود على الصفحه. الناس الاول كانت مستغربه ان اصلا في اصلا حد بيعمل احذيه زفاف، بس بعد كده بداوا ان هم يتفاعلوا وكانت الرياكشنز كويسه جدا وبداوا ان هم يطلبوا مني الشوزات. وتراعي مريم ان يجمع تصميم الحذاء بين الراحه من جهه والاناقه والتفرد من جهه اخرى. عملت تقريبا 6 منهم اساسيين وواحده باليرينا اللي هي الفلات، علشان لو البنت في النص وهي في وسط الفرح بترقص وتعبت تقدر تلبس نفس التصميم بس فلات علشان تقدر انها تكمل يومها وهي مرتاحة. يعني ولصناعة الحذاء خطوات عدة. بداية التصميم بتكون ان انا بجيب برسم التصميم على ورق، وبعد كده لما خلاص بيكون هو ده اللي انا فعلا هنفذه بجيب القالب وبجيب القماش بحطه على القالب بعمل له كفرنج، وبعد كده بحط الباطس، الباطس ده اللي بيشيل اصلا الشوز بتاعتي، وبعدين النعل والكعب. هي دي بيزيكلي بتكون التركيبه، هي بتاخد ما بين 5 لـ10 ايام علشان اقدر ان انا اخلصها. كما شاركت مريم في معرض كايرو ويدنج فيستيفال الخاص بمستلزمات الفرح، ولقت احذيتها اقبالا كبيرا من الجمهور، حيث كانت مصممة الأحذية الوحيدة هناك، وتحلم الآن بالتوسع في مشروعها وتصميم مجموعة جديدة من الأحذية تعتمد أكثر على الشغل اليدوي.
الخطوة اللي جاية أنا بفكر إن أنا أعمل كولكشن جديدة بس مبنية أكتر على الشغل اليدوي فيها، فهتكون أكتر مش دونتل وساتان، هتكون مشغولة بالخيوط كلها فعلشان تبقى مميزة أكتر. فكرة بقى اتجاه دلوقتي إنه كله قاعد في البيت، الشباب يقول لك أنا إيه اللي خليني يعني مثلا أروح لحد يتحكم فيا ولا يشتغل، مش عارفين أقعد في بيت أشتغل أعمل أبقى منتج، والسوشيال ميديا طبعا هي اللاعب الأساسي في كل ده، وأعتقد ده مطلوب الأيام دي. طبعا مطلوب يعني التفكير بره الصندوق عامة دايما مطلوب، بس شو أنا حزيت الأفراح أنت تلاقي بقى عندك، هل هي أصلا غالية قوي بره مثلا؟ طبعا محتاجة تخصص أكبر مثلا؟ طبعا تبقى كلها حاجات جليترنج وأفراح يعني. لا طبعا حلوة يعني، فكرة حلوة، فكرة حلوة طبعا. طيب نروح معاكي نروح الحرارة. درجات الحرارة، وكالعادة نيرفانا العبد هتقول لنا النهاردة ايه اخبار درجات الحرارة في القاهرة والمحافظة. مشاهدي الله يبقى اهلا بكم الى نشرة جوية جديدة ليوم الثلاثاء. الجو معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد. وننتقل إلى درجات الحرارة في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل كبرى 37 والصغرى 25 والأجواء صافية نهارا وليلا. أما في الإسكندرية تسجل كبرى 30 والصغرى 22 والجو مشمس طوال اليوم. أما في بورسعيد تسجل كبرى 29 والصغرى 24 والأجواء صافية نهارا وليلا. أما في أسيوط تسجل كبرى 38 والصغرى 26 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي ألمينيا تسجل كبرى 38 والصغرى 25 والجو مشمس نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل كبرى 39 والصغرى 29 حيث الصفاء. وفي أسوان تسجل كبرى 44 والصغرى 30 والجو مشمس نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل كبرى 43 والصغرى 29 حيث الأجواء الصافية. أما عن حلايب وشلاتين تسجل كبرى 37 والصغرى 29. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معنا عدد من العواصم العربية ونبدأها بالعاصمة العربية القدس، حيث تسجل كبرى 29 والصغرى 18. أما عن دمشق تسجل كبرى 33 والصغرى 13. وفي الرياض تسجل كبرى 43 والصغرى 28. وفي طرابلس تسجل كبرى 26 والصغرى 20. أما عن الجزائر تسجل كبرى 23 والصغرى 17. وأخيرا في أبوظبي تسجل كبرى 42 والصغرى 30. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء. الجو بالليل هيبقى لطيف شويه عشان كمان اللي حابب يتفرج على الماتش في الشارع، في طبعا اماكن كتير عامله شاشات بره، او اللي هيتفرج على القهوه، فالجو بره بالليل هيكون لطيف طبعا اخف شويه من الصبح كتير. خلينا نروح مع حضراتكم الفاصل ونرجع نشوف كمان اهم اخبارنا النهارده. اهلا بيكم مره تانيه، وكنا عرضنا يوم الاحد اللي فات فيديو لمجموعه من الاطفال لو بتتذكروهم كانوا بيشربوا الشيشه في احد مقاهي مركز طهطه بمحافظه سوهاج، وكنا كمان ساعدها نشيلنا المحافظ وقتها انه يتدخل، وبناء عليه احال دكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج الواقعه الى النيابه العامه طبقا للقانون او لقانون حمايه الطفل بالدستور المصري لتوفير الرعايه والحمايه للاطفال. وقرر المحافظ تشكيل لجنة من مسؤولي الوحدة المحلية لمركز مدينة طهطة والمتابعة الميدانية بالديوان العام للمحافظة ومفتش السلامة والصحة المهنية ومفتش أغذية بمكتب مراقبة الأغذية بطهطة للانتقال لمكان الوقعة واتخاذ الإجراءات القانونية. طبعا ده الفيديو اللي كنا عرضناه على حضراتكم قبل كده، والمشكلة انه مش بس ان هم اطفال، لكن هم اطفال تحت سن 12 سنة يعني، وشايفين اطفال يمكن يكون عمرهم 10 سنين، وبالتالي طبعا يعني السؤال المهم هنا ازاي ده ما يتكررش في اماكن تانية، وازاي ممكن
ما يكونش كمان ده بيحصل في اماكن كتيره في مصر وانت حضرتك مش واخد بالك برضه. وبالتالي تفعيل الرقابه لانه لما راحوا زي ما قلنا في الخبر لقوا انه المكان مقفول وبالتالي أوكي. فهو مكان غير مرخص. فضبط الامور ازاي؟ ممكن هو ده السؤال. اما ده السؤال اللي هنتوجه بيه طبعا لدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج. اهلا بيك يا دكتور، صباح الخير. وايه اخر الاخبار؟ ايه اخر اللي توصلتوا له؟ ايه اخر المقهى؟ هل يعني تم التوصل لحد من اصحاب هذا المقهى؟ هو طبعا اسمحي لي اصبح على حضراتكم دايما صباح الخير يا فندم. ناخد دروس مستفاده من كل واقعة. يعني الحقيقه انا بشكر اللي صور المقهى بس كنت اتمنى انه يبلغنا في ساعتها فورا. ولكن انا صديق عزيز لقيته بعت لي قال لي انا شفت حاجه على الفيس، كلام ده اول امبارح بالليل الساعه 12، فعرض الفيديو. والحقيقه طبعا كلنا لازم ننزعج، ده مستقبل مظلم لاولادنا، ده مستقبل للي عاوز يعمل مشروع تجاري او استثماري. الحقيقه يعني مستقبل مظلم لانك ما تجيش على اولاد زي دول تضيع لي جيل عشان تكسب. فكان شغلي الشاغل الحقيقه، طب انت المكان ده فين؟ قال لي انا ما اعرفش الحقيقه، انا لقيته على الفيس. دخلت الحقيقه على الفيس على الموقع اللي نشره وبيت ارجو الناس يا جماعه حددوا لنا المكان لو سمحت. يعني سهلوا العمليه علينا، وده الدور الحقيقي المشاركه المجتمعيه اللي احنا عاوزينه. اذا كان في اي غلط حضرتك مش عاوزينك تتعب نفسك، بس قول ده في الموقع الفلاني والتصوير ده كان يوم كذا. الحقيقه تاني يوم الصبح نزلت لجنه من الوحده المحليه من المحافظه وكلمت السيد مدير المباحث معايا ينزل فريق يدور على الكافيه ده، لان الحقيقه انا مش عاوز اظلم حد، فعاوزين نتاكد من ان نفس التجهيزات والمناظر هي هي. لغايه لما توصلنا تقريبا بعد ساعتين للمكان ده فعلا في مركز عندنا في مدينه اسمها طهطا. برضه قلت لهم تاكدوا من الموقع، تاكدوا منه وهاتوا الملف بتاعه. في لجنه قانونيه بدات تدرس كل الملف. هو الراجل مقدم على الحصول على ترخيص الكافيه ولكن لسه ما خدش الترخيص النهائي بتاعه. طبعا هو لقى الظاهر بقى فرصه العيد والولاد خارجين ومعاهم عيديه، فيعني ايه اختصر الطريق بشكل غير قانوني. واول ما لقينا الكلام ده الحقيقه كان في لجنه قانونيه معاهم كيفنا انه اول حاجه اشتغل بدون ترخيص. الحاجه الثانيه انه الميه والدور اللي اشتغل بيهم دول بيعتبروا سرقه وبالتالي لازم يتعاملوا تجاري، فبلغنا شركه الميه وبلغنا الكهرباء. كمان الضرايب لازم تعرف انه اشتغل قبل ما ياخد ترخيص عشان يتحاسب ويبقى عارف انه كان بتفتح مشروع مش هتعرض ولادنا واحنا هنسيبك. التامينات الاجتماعيه والحقيقه خليتش نقول قانون كيفه، قانون حمايه الطفل اللي احنا بنحترمه وكلنا بنعتز بيه، وطبقا للمخالفه اللي عملها في قانون حمايه الطفل يتعرض للحبس وللغرامه. نعم. كل الاجراءات دي طلعت قرار فورا بتسميع الحل وغلقه لغايه لما الموضوع اتحول نيابه عامه. نيابة كفيلة الحقيقة انها تدي اذى اللي زي ده. اذا كنت عاوز تعمل مشروع خليك ماشي صح، واحنا كلنا معاك، محدش بيقول لا، ولكن تقضي على مستقبل ولادنا ما ينفعش. وحولت طبعا كل اللي في الوحدة المحلية للتحقيق وتم اقالة رئيس المركز والمدينة هنا. طب دكتور ايمن، يعني هو انتوا رحتوا المقهى لقيتوه قافل، يعني هو المقهى ده شغال بالفعل قبل كده عادي والنهارده كان معاه الاطفال دول، ولا هو استغل ظروف العيد؟ ولان المقهى كله اطفال الحقيقة. يعني هو زي ما حضرتك قلتي هو لسه ما حصلش على الترخيص، المفروض ان هو قافل، ولكن الله اعلم بقى في رحله مجموعه شباب هو يعني تصيد ان هم يروحوا يضيعوا العاديه في افساد صحتهم. يعني الحقيقه مسلك غير انساني وغير ادمي وغير قانوني. بلا ولكن النيابه هي اللي هتحدد ايه الدافع اللي خلاه يعمل كده في الدوله بدون ترخيص وفي ولادنا انه يدمر صحتهم. واضح ان الامور عنده عاديه خالص، حتى مش قلقان انه طفل من دول ممكن يكون عنده بالفعل حاجه مرضيه ممكن يموت فيها، ممكن يحصل اي مشكله، انه يعودهم عادات وتقاليد الحياه سيئه جدا. النيابه ان شاء الله كفيله انها تحدد هذه المواقف، ولكن هو فعلا زي ما حضرتك قلت استغل فرصه العيد زي ما في ناس كتير اللي احنا بنعاني منهم في فرصه العيد وتلاقيه حضرتك يبني في بناء مخالف او في ارض زراعيه. الحقيقه سلوك غريب، اتمنى ان احنا ان شاء الله نتخلص منه، لان بلدنا دايما زي ما السيد الرئيس بيقول مش هيبنيها الا احنا ومش هيطورها الا احنا ان شاء الله. الاطفال دكتور ايمن، اهالي الاطفال عندكم في سوهاج، يعني لو تقول لهم كلمه او مش عارفه، هل بيقع عليهم لائمه الاطفال اللي كانوا موجودين في المقهى دول؟ مش عارف، اكيد مش هتقدروا توصلوا لهم كلهم يعني، وانما ممكن تقول لهم ايه او ايه اللائمه اللي انت ممكن تقولها للاهالي؟ يعني اسمحيلي انا حاولها مش لاهالي سوهاج بس، لاهالي مصر كلها، لان احنا بنشوف بعض الاماكن
حالات فردية أو بسيطة، إنما ده كان الملفت إن القاعة كلها أطفال، إنه لازم المتابعة وغياب الرقابة الحقيقة على أولادنا خسرنا كتير جدا في أخلاقهم وفي سلوكهم. وبعدين لما يجي الطفل زي يقعد مع أصحابه ومحتاج فلوس وهو غير قادر، هيبدأ يلجأ لطرق غير مشروعة عشان فلوس. فالحقيقة يعني حاجة بتدينا علامات خطر كتيرة جدا. عشان كده أنا قلت لحضرتك في الأول الكلام، لو تسمحوا لي ناخد الدروس المستفادة من هذه الواقعة اللا أخلاقية، سواء إذا كان من الولاد أو الأسر أو صاحب المقهى. لو أنا سبت ابني بعيد عن الرقابة الحقيقة زي ما حكيت، الولد ممكن يعمل أي حاجة وهو معذور لأن محدش وجهه. أتمنى أسرنا دايما نراقب ولادنا ونقول لهم الصح والغلط، وصاحب المقهى اطمنوا الموضوع اتغلق تماما، الكافيه واتشمع وتحول نيابة عامة إن شاء الله، وكلمت الأستاذ محمد إن شاء الله يعني هياخد مجرى قانوني. ولكن بناشد أهلنا نخلي بالنا من ولادنا حتى في أعياد في رحلات لازم تكون عيني عليه واختار مين صاحبه وخليه يبقى يقعد معاك. هل دكتور أيمن سؤال أخير سريع جدا، يعني هل لو في مقاهي تانية يعني هل في حد حاجة قانون بيمنع أن الطفل يقعد ويشرب شيشة في أي حتة في مصر؟ يا فندم قانون حماية الطفل منظم زي ما احنا بنتكلم في اللي بيشغل طفل في سن غير قانوني، برضو نفس الحكاية من باب أولى ما يحصلش يشيش ويضر بصحته في مقهى أو في كافيتيريا. حقيقة قانون حماية الطفل أرجو أن الناس كلها تقراه، القانون ده جميل جدا وبيعلمنا ازاي نحافظ على اولادنا. فالنهارده لو لقيت ولد بيشتغل في ورشه في سن غير قانوني، من حقي كمواطن صالح، مش لازم بقى اقول صاحب الورشه اللي مشغله، اقدم بلاغ. ودي النقطه اللي انا عاوزها من كل اهلنا، المشاركه الاجتماعيه الحقيقه لابد تكون ايجابيه. ما بنطلبش من حضرتك حاجه بس اخترنا، يعني ما تعرضش نفسك لصاحب ورشه او حاجه، ولكن احنا كمسؤولين تحت امر حضرتك في انقاذ شبابنا ان شاء الله. أنا بشكرك، وطبعا الموضوع ده محتاج حلقة طبعا ونجيب فيها ربما مختص اجتماعي، المختصين أيضا بمناهضة العنف ضد الأطفال. يعني شكرا ليك يا دكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، ووضح لنا الصورة طبعا. ويعني مفروض أي حد يشوف طفل في أي مكان بيعمل حاجة زي كده، المفروض يعني مش عارف، يعني لو أهله قاعدين جنبه أكيد نروح نكلمهم، بس لو مش قاعدين جنبه مش عارف. بس اكيد ده بيتم من ورا الاهل برضو. صحيح يعني في تفعيل الرقابه. وبرضو نشكر الدكتور انه كان في تحرك فوري وسريع، وبالفعل تم اجراءات قانونيه. لكنه المره الثانيه السؤال الاكبر، مصر دوله كبيره وده ممكن يكون بيتكرر في كذا حته، واحنا ما نعرفش ازاي ممكن نضبط ده او نحققه بشكل اكثر صرامه. هل ممكن يبقى كمان في قوانين بالنسبه للتدخين في الاماكن العامه والاطفال؟ يعني برضو ده محتاجين نحطه في الاعتبار. على اي حال هنكمل معاكم اخبارنا، هنروح لخبر اخر. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صرح بانه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزاره نفذ 33 مشروع خلال العام المالي الحالي 2017-2018 ضمن الخطه الاستثماريه للدوله، وده بتكلفة تقريبا 965 مليون جنيه أي مليار تقريبا. ونفذ الجهاز كمان عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية حوالي 1.9 مليار جنيه في إطار أيضا قيامه بمعاودة المحافظات وأجهزة الدولة والإنابة عنها في تنفيذ المشروعات. وكمان قال إنه الجهاز المركزي للتعمير يقوم بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على مستوى الدولة في مجالات الطرق والكباري والإسكان والخدمات والمرافق للمساهمة في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين والمساهمة في تنمية المناطق النائية. خبر أيضا جميل، الدكتور أو أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه هيتم زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات من 500 جنيه ل 750 جنيه، وكمان أيضا زيادة الأجور أول يوليو المقبل. وأضاف الوزير أن الدولة حرصت على رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريا ل 8000 جنيه، ورفع حدود الخصم الضريبي على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%. ولفت ان كل الاجراءات دي في ضرائب الدخل هتكلف الخزانه العامه ما يقرب من 60 مليار جنيه، كما وجه ايضا جزء من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكه الحمايه الاجتماعيه، هيتم توجيهه لتعزيز شبكه الحمايه الاجتماعيه لمحدودي الدخل وخدمات الصحه والتعليم.
كمان نفى دكتور علي مصلح وزير التموين ما تم تداوله على بعض طبعا وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي من بعض التصريحات المنسوبه لي على واحده من المواقع الالكترونيه بشان صدور قرارات صعبه خلال ساعات على المواطن تحملها لانها تصب في مصلحته. وقال بيواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء مع وزير التموين، واكدوا ان هذه التصريحات المتداوله على لسانه كاذبه جمله وتفصيله، فلم يصرح باي شيء منها. واهاب ايضا مركز المعلومات بمجلس الوزراء بوسائل الاعلام المختلفه برواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقه والحذر فيما تم نشره وتداوله نظرا لما تحدثه هذه الاخبار الكاذبه طبعا من بلبله في المجتمع، وهيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد مروجي الشائعات. واحنا بشكل عام زي ما حضراتكم عارفين يمكن في اي قرارات مهمه ومفصليه لازم هتلاقي ناس كتير دخلت على الخط عشان تنشر شائعه او تقول لك معلومه كاذبه او تتوقع حاجه مش صحيحه. في الاوقات اللي زي دي تحديدا لازم ناخد بالنا، بغض النظر انت موافق بقى او معترض على القرار، انا دي قصه تانية على جنب، انا بكلمك انه احيانا في ناس بتبقى سوداويه بشكل اكبر من اللزوم فهتدي لك يعني يمكن اخبار اسوأ، او ناس جهات تستغله سياسيا، فناخد بالنا من القصه دي بغض النظر بقى عن القرارات نفسها. طيب نروح لخبر آخر. وصل القاهرة الأنبا برنابا أسقف إبراشية تورينو وروما ضمن المشاركة في الوفد المصري لاستقبال الفوج السياحي الثالث ضمن رحلات الحج السياحي لمسار العائلة المقدسة في مصر. وكان الأنبا برنابا في استقبالهم في مطار القاهرة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي، كما حضر الاستقبال الرسمي كمان اللي أقيم بإكليريكية الكاثوليك بالمعادي حضور غطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر وسيادة المطران كمان برونو موزارو سفير الفاتيكان بمصر ونيافة المطران الأنبا توماس عدلي مطران الكاثوليك بالجيزة ونادر جرجس منسق زيارات مواقع العائلة المقدسة. وهيضم الوفد أو الفوج السياحي الإيطالي حوالي 50 شخص بالإضافة للأسماء دي طبعا. ومن المقرر أن يزور الوفد عدة نقاط من مسار العائلة المقدسة وبعض الأماكن السياحية في مصر. كمان كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع 278 متهم بتولي وقيادة والانضمام إلى المجموعة المسلحة التابعة لحركتي حسم ولواء الثورة والتي أحيلت للقضاء العسكري، أن الجماعة اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية مؤسستها، وأن عناصرها استخدمت أسماء حركية كستار للتواصل فيما بينها بغرض التحايل على الملاحقات الأمنية خلال التخطيط أيضا لبعض من العمليات العدائية اللي قاموا بيها واللي قامت بتنفيذها بهدف إسقاط الدولة المصرية حسب البيان ومؤسساتها. وضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا كمان أسماء حركية زي ميمي ماركو تيتو عبقرينو بوديو بيتر والمستر وكريستيان وغيرها من طبعا الأسماء، ده كستار للتواصل فيما بينهم عن طريق برامج التطبيقات والمحادثات المشفرة عبر هواتف المحمولة. طبعا هنفهم تفاصيل اكتر من الاستاذ محمود عبد الراضي نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. صباح الخير استاذ محمود، ولو تدينا تفاصيل اكتر ده على خلفيه اي اعتداءات تحديدا. يعني فندم بفعل الاجهزه الامنيه كانت نجحت في القبض على مجموعه كبيره من العناصر الارهابيه. هؤلاء الاشخاص كونوا خليتين ارهابيتين، خليه بتطلق على نفسها اسم حسم وخليه بتطلق على نفسها لواء الثوره. تحقيقات مع هؤلاء المتهمين والعناصر المتطرفة كشفت عن مفاجآت، ان لاول مرة هؤلاء العناصر الارهابية كانوا بيستخدموا اسماء حركية فيما بينهم. لا احنا دايما اتعودنا ان الاسماء الحركية بتكون ابو عمر ابو عبد الله ابو حذيفة، لكن هذه المرة هؤلاء الاشخاص كانوا بيستخدموا اسماء كريستيانو عبقرينو جلجل اسماء غريبة. لما الاجهزه الامنيه سالتهم عن سبب هذه المسميات اكدوا ان هم كانوا بيستخدموا هذه المسميات للابتعاد عن الملاحقات الامنيه. كمان كانوا يتواصلوا عبر تطبيقات حديثه على الانترنت حتى لا يتم ملاحقتهم امنيا.
مثل التطبيق لاين وعلى التليجرام وغيرها من التطبيقات الحديثة، وعن طريق سفرات، عن طريق الألعاب عبر الإنترنت، وذلك لتمرير بعض التكليفات الصادرة لهم من الخارج للعناصر الإرهابية الموجودة بالداخل لتنفيذ تكليفات إرهابية داخل البلاد تستهدف مؤسسات الدولة حتى لا يتم القبض عليهم. متهمين أدلوا باعترافات تفصيلية والعديد من المفاجآت، وكشفوا العالم السري لهذه الجماعات الإرهابية اللي تتحرك داخل البلاد تستهدف البلاد، وبيتم تدريبهم داخل المعسكرات مش على حمل السلاح فقط، ولكن أيضا بيتم تدريبهم على التطبيقات الحديثة وكيفية التواصل مع العالم الخارجي، خاصة العناصر الهاربة في الخارج. يعني ده كان تم قضاء عليهم بشكل عام نتيجة تفكيك شبكات، لكنه مش على خفية التخطيط لواقعة معينة أو حادثة معينة. هم فندم اعترفوا أنهم هم ارتكبوا 15 واقعة إرهابية قبل ما يتم القبض عليهم. الواقعة الإرهابية كانت بتستهدف تدمير أبراج، بتستهدف بعض التفجيرات، كانوا أيضا بيخططوا لتنفيذ عمليات اغتيالات، لكن أجهزة الأمنية أحبطتها. زي ما قلت لحضرتك كان عددهم كبير جدا، ولكن هم مقسمين إلى مجموعتين، مجموعة بتحمل اسم لواء الثورة والأخرى بتحمل اسم حسن. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود عبد الراضي نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك. أيضا استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي وفريق من مؤسسة مجدي يعقوب للقلب للاستفادة من خبراته العالمية لإنشاء وحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد. وأكدت وزيرة الصحة أن اللقاء ده بيأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعاون المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بشكل متكامل بيضمن تحسين مستوى الخدمة الصحية من خلال الاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدني المتميزة في الشأن ده. وقالت كمان الوزيرة أن إنشاء مثل هذه الوحدات بيجسد مدى قوة الترابط والدعم اللي بيقدمه المجتمع المدني للدولة المصرية، خاصة في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد واللي بيعد أحد أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية. طبعا في خبر تاني برضو، المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية بيؤكد منح تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم لاستقلال القطارات بكافة أنواعها المكيفة والعادية للانتقال لأي مكان على مستوى الجمهورية، وده من واقع طبعا المسؤولية الاجتماعية للهيئة. وكمان قال انه ايضا انه الهيئة ستستخرج كارنيهات سنوية لمرضى السرطان بمجرد تقديم ما يفيد اصابته بهذا المرض، وانه بموجب هذا الكارنيه يستطيع المريض التوجه لاي شباك تذاكر والحصول على تذكرة مجانية له ولمرافقيه، وانه هيتم تخصيص 4 مقاعد بكل قطار لمرضى السرطان ومرافقيهم. والحقيقة تنفيذ ده شيء يحسب ايضا للهيئة وأيضا شعور طيب، وإن شاء الله يعني في نهاية الأمر ما نشوفش أي حد يحتاج إلى استخدام هذه التذاكر، لكنه طبعا هيخفف قدر كبير تكلفة طبعا علاج هذا المرض، تكلفة كبيرة ومرتفعة حتى لو بتعالج على نفقة الدولة فهي أيضا تكلفة كبيرة وأضرارها طبعا يعني المادية والنفسية كبيرة، فدي خطوة أيضا إيجابية تهون عليهم قدر الإمكان. نروح لفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم ايضا بأي فقرة. اهلا بحضراتكم مرة ثانية. طبعا حلم كبير بيعيشه كل المصريين طوال 28 ساعة منتظرين هذه اللحظة الحاسمة والفارقة. مسيرة منتخب مصر حتى الآن كانت مسيرة مشرفة رغم الخسارة الأولى في مباراة الأوروغواي، لكن النهاردة كل عشاق الساحرة المستديرة وعشاق الكرة أيضا بتوجهوا إلى سان بطرسبرغ عشان مباراة مصر وروسيا، مباراة مهمة جدا مش فقط للمصريين لكن مهمة أيضا في المونديال، وكل العيون متوجهة أيضا إلى هذه المباراة الهامة الحاسمة أيضا في المجموعة أيضا التي تشارك فيها مصر. يا ترى هنستطيع ان احنا نعوض خسارة اوروغواي في هذه المباراة، وما هي ايضا التكتيكات اللي قد يدفع بها هكتور كوبر ايضا في هذه المباراة في محاولة ايضا لتغيير المسار؟
نتكلم ايضا عن مشاركه النجم الكبير محمد صلاح، وهل هيشارك بشكل اساسي ولا لا، مشاركته هتغير ازاي في اداء المنتخب المصري، ما هي نقاط القوه اللي هنستغلها، وبقى ايضا هي نقاط الضعف اللي محتاجين نركز عليها في هذه المباراه. هنسال الاسئله دي ان شاء الله بكل الامل للاستاذ عمرو كمال الكاتب الصحفي بالاخبار اللي نورنا. صباح الخير يا فندم، صباحك طيب ومنورنا. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينكم، كل سنه طيبين ان شاء الله خير. ان شاء الله. بدايه كده سيناريوهات هذه المباراه، يعني لو تعادلنا ايه اللي هيحصل، لو هم فازوا لا قدر الله ايه اللي هيحصل، لو احنا فوزنا وبالتالي مباراه السعوديه هيتحكم عليها انها حاسمه ايضا في حاله ايه؟ عايزين نعرف ايه السيناريوهات اللي هتبقى موجوده. طب شوفي، احنا مش هنقول احنا السيناريوهات، تعالي نشوف جوزيه مورينيو السيناريو، وطبعا كلنا لازم نسمع له في السيناريو ده. فهو قال لك ان مباراه مصر وروسيا صعبه جدا، وقال لك ان هي زي ما انت قلت ان هي حاسمه فاصله، لان احنا جينا خبطنا في الاتوبيس ورحنا خسرنا الثلاث نقاط في الدقيقه بقى 89، في الدقيقه 91 في خسرنا. التاريخ بيقول لك في الجداول ديت ان احنا خسرنا خلاص، وان انت في المركز الثالث بقى قبل السعوديه بسبب فرق الاهداف. ف الدوله صاحب الارض عايزه تحسم الامور وتقطع العرق وتسيح دمه وتضمن ان هي تواصل، ومعاها اكتر من حد عايز يعمل ده، مش روسيا بس، الاتحاد الدولي عايز يعمل ده عشان تفضل الجماهير والصرف وي وي وي، دايما يبقى بيحب الدوله المنظمه توصل لاخر مرحله عشان الروح. انت بالظبط انت عايزه تفوزي عشان تقدري تحققي حلمك، وان لعبتك قبل ما يروح يمشوا من هنا، وفي مقابلتهم للرئيس قال لك احنا مش رايحين نلعب ثلاث ماتشات بس، احنا عايزين نلعب دور ال 16. فالمباراة حاسمة ومباراة كؤوس وخارج خالص كل التوقعات، الأمور صعبة للغاية. إحنا احتياجاتنا إن إحنا عايزين نفوز، الموارد بتاعتك هي إيه؟ ده اللي أنت هتشوفيه في ال 11 لعيب اللي هيلعب بيهم هيكتور كوبر في المباراة. مورينيو برضو قال لك لو أنت تعادلتي أظن إن، قال حاجة غريبة جدا، قال مصر هيبقى عندها أربع نقط هتفوز على السعودية، ومش عارف ليه قال روسيا هيبقى عندها اربع نقط، مع ان انا شايف لو اوروجواي هتلعب بكره مع السعوديه فاظن ان هي هتكسب السعوديه، فاوروجواي هيبقى عندها ست نقط، هتبقى عايزه تدلع الدوله صاحبه الارض فهتسيب لها الماتش باي حال، وهي هتبقى كده كده الاول حتى عشان الجمهور يبقى داعم له. على كل الاحوال مورينيو قال ان مصر هتجيب اربع نقط وروسيا هتجيب اربع نقط، ولكن السعوديه هتخسر من مصر ستة ولا لا عشان فرق الاهداف. فاظن ان احنا النهارده قبل ما نروح ماتش السعوديه، لان ماتش السعوديه حتى لو السعوديه خسرت المباراه بتاعت بكره وما بقالش عندها اي امل، المباريات بتاعت طبعا زي ما كلنا عارفين العربيه بتبقى خارج كل التوقعات، وبتبقى المباريات نفسيه وبتبقى المباريات غريبه للغايه. فاظن ان احنا النهارده محتاجين ان احنا نحسم امورنا، وان احنا الكوره معاكي اعملي بيها اللي انت عايزاه قبل ما تلاقيش الكوره دي، وقبل الجماهير الحلوه اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها دي يبقى ممكن جدا يرجعوا قبل ماتش السعوديه. يعني مورينيو تنبأ بفوز مصر الكلام اللي فهمه من حضرتك؟ هو بيتكلم مش تنبأ، لا تعادل مصر مع روسيا تعادل، فيبقى عندك نقطه تروحي تكسبي السعوديه يبقى عندك اربعه، وروسيا فازت وخدت نقطه من مصر مثلا بقت عندها اربعه، وتتغلب من اوروجواي هي كمان. بس الحسابات دي انا ما اظنهاش، اظن ان المباراه النهارده هي تذكره التاهل للدور 16 سواء لمصر او لروسيا. انت هتعملي ايه؟ ال 11 لعيب بتوعك هيعملوا ايه؟ الفندق بتاعنا امبارح اللي كان مهرجانات وافراح عيد هيحصل فيه ايه؟ اللعيبه مركزه بشكل عامل ازاي؟ اظن ان اللعيبه املها ان هي تلعب، عندها طموح، عندها عايزه تتنقل لانديه ثانيه، هي شايفه ان هي وصلت كاس عالم بقت الدنيا مختلفه تماما، امال لو لعبت في دور ال 16 ايه الامور اللي هيحصل معاها؟ يعني تاريخهم هيخلد، بس انت لازم تخلصي وتجتهدي وتستني النتيجه. طبعا كده كده مباراه كاس العالم كلها مفاجات، محدش يقدر يتوقع، واحنا شفنا اوريدي مفاجات بتحصل في كاس العالم اهو بدات بشكل كبير. لكن اروح معاك للنهارده وتشكيله النهارده، احنا كما فهمنا انه تشكيله النهارده تقريبا هتبقى نفس تشكيله ماتش مصر واوروجواي باستثناء طبعا مشاركه محمد صلاح. اولا محمد صلاح تفتكر هيلعب من اول دقيقه بشكل اساسي ولا
هيكون صعب. ده متأكيد اللاعب بالمشاركة طبعا. طيب. وهكتور كوبر شوف خلينا نقرأ اللي اتقال امبارح ومنه تفهم ايه اللي حصل بالضبط. عندك حاجتين محمد صلاح عملهم امبارح، طلع فيديو اعلاني له بانه هيشارك، تمام. الفيديو الاعلاني ده ما معناه انه وراه شركات راعيه كبيره جدا عالميه عايزه محمد صلاح يلعب بكره، مش عايزاه يلعب في ماتش السعوديه. ماتش السعوديه ملهوش الشعبيه والجماهيريه الكبرى زي مباراه روسيا. انا عايزه يلعب النهارده عشان المنتج بتاعي اللي انا دافع له فيه يبقى بيحقق الانتشار بتاعه والربحيه ليه. دي من الناحيه التجاريه لمحمد صلاح. من الناحيه التاريخيه هو عايز يلعب في مباراه ليها ثقل، بدل ما لا قدر الله تحصل اي نتيجه فيبقى بيلعب نزل بقى عصام الحضري في مباراه السعوديه عشان يبقى عنده 45 سنه وشارك ويضرب رقم قياسي، خلي محمد صلاح يشارك واللي ما شاركش على الدكه ينزل يشارك، فتبقى مباراه حبيه وممكن ال 23 لعيب اللي هناك نقول طب خدهم النبي كمان خمسه سته من هنا من مصر. فالمباراه محكومه بحبه حاجات. ولكن اسمع هيكتور كوبر قال لك ايه في المؤتمر الصحفي، قال لك ان انا عملت كل اللي عليا وعملت الخطط الهجوميه عشان نعرف نجيب اجوان ووصلت للمرمى، ولكن اللمسه الاخيره ما حققهاش اللعيبه. اذا يبقى هو عنده ملاحظات على بعض اللاعبين، واذا هو هيغير في هؤلاء اللاعبين، لان هو الراجل بقى بيفكر بالتفكير المصري بشكل قوي للغايه. فعنده واظن ان هو شكله هيعمل تغييره في مروان محسن، لان هو مقتنع بعمرو ورده ان هو ادى بشكل جيد جدا قدام اوروجواي، وتريزيجيه ادى بشكل كويس. انتقادات على عبد الله السعيد بسبب الناحيه الجماهيريه، مش بسبب وتوقيعه للزمالك وما شابه، مش بسبب ان هو مستواه الفني اقل. فتلاقي ان الورقه هتنزل محمد صلاح، طب هتشيل مروان محسن. عشان عجبني التحليل ده، ان انت روسيا عندها الجنب اليسار بتاعها اللي هو بيقابل احمد فتحي، ده اقوى جنب، فانت محتاج تامنه كويس جدا 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 عشان العرضيات البالونيه اللي بتحصل لنا ونقعد نمسك بلالين العيد احنا. ما هو لسه هو اشار كمان ده في المؤتمر الصحفي فكره بالعرضيات. انت محتاج احمد فتحي ما يطلعش ولا يلعب لك عرضيات ولا اي حاجه. مش كفايه احمد فتحي مع اللياقه البدنيه والاطوال بتاعه روسيا والدببه ومش عارف ايه، محتاج يبقى واحد بيساعده. محمد صلاح مش هيعرف يساعده عشان واحد خارج لك من فتره نقاهه، وواحد انت عايز يطلع قدام يجيب جون، لو خد كتف لا قدر الله ممكن تبقى فيها مشاكل. فانت محتاج يبقى عمرو ورده موجود واحمد فتحي موجود. انا حضرتك معايا. ومن الناحيه الثانيه تريزيجيه ومحمد عبد الشافي، بالرغم من ان حواليه كلام كتير بس انت ما عندكش البديل له، ولكني كنت اتوقع ممكن جدا ايمن اشرف كان يبقى افضل من عبد الشافي في اصغر سنا اكتر لياقه، ممكن يخش مع احمد حجازي في الطول في ضربات الراس وما شابه. فخلينا ان هو هيلاعب الخبرات وهيلاعب محمد عبد الشافي، فهتبقى عندك ان بين بقى محمد صلاح وعبد الله السعيد ويطلع مروان محسن، وتبقى التبديله اللي انت لا قدر الله متاخر ممكن زي ما هو عمل كهربا يشرك كهربا بعد كده. غير كده بعد قال ممكن يشرك كهربا لانه برضه ساهم بشكل كبير بسرعته في 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 يعني خلينا نقول في ارباك شويه الدفاع او في المرتدات، كان ليه دور كمان في المرتدات. هم مش سامعيننا طبعا. تمام، احنا بنجتهد كلنا مع بعض. كهربا لا انا اقصد يعني ان اللعيبه بتاعتنا مش يعني هيزعلوا من كلامنا. كهربا ما عندوش الحماس اللي هو يلعب ال 90 دقيقه بتركيز تريزيجيه، اللي هو زي ما انت تروح تشوف مباراه الكونغو برازافيل، تريزيجيه نزل هخش الصندوق هخش الصندوق، هجيب جون هيضربوني هيحصل اللي يحصل. تشوف محمد صلاح بعد ما جاب الجون يعني الدنيا بقت خلاص، يعني فاضل اربع دقائق هموت فيهم، تلاقي ده موجود في احمد فتحي. تلاقي انما كهربا شويه يعني عارف ايه، الفلوس الخليجيه بتروح عامله لك برود مع عدم الطموح، فبتروح مسكناك. انما التاني بس الطموح في كاس العالم اكيد كله عنده طموح يعني بتفرق. يعني خلينا اكلمك عن نفسي، بكلمك بمنتهى الصراحه وحسب رؤيتي اللي ممكن تكون غلط، بتفرق. فاظن ان كهربا هينزل بس مش من الاول، وما عندوش اوراق كتيره تانيه معاه،
ممكن سام مرسي ينزل بعد كده ان شاء الله نروح جايبين جونين ولا حاجه ومش بعيده فتحتاج ان انت تروح مأمن النص وتروح مخرج صلاح بدل ما يتصاب. في يعني اوراق كتير في المباراه واحتمالات كتير في المباراه، وفي ناس تقول لك ان ممكن صلاح يلعب الشوط الثاني عشان يكون الدببه كلوا سمك وقلوا شويه وتعبوا شويه، بس دول ممكن يلعبوا 120 دقيقه من غير ما يحصلوا مفيش اي مشكله. طب هنا استاذ عمرو كمال، هنا يعني تشكيله الفريق هنا وحضرتك كمان عملت تصور، يعني بيبقى معتمد على ايه؟ يعني هل نقاط قوه وضعف روسيا ام انه لا قوه نقاط وضعف المنتخب المصري؟ ايه هي نقاط القوه عند روسيا اللي المفروض ناخد بالنا منها، وايه هي نقاط الضعف اللي عندنا اللي لازم ننميها، وعلى اساسه بيتم تشكيل طبعا الفريق؟ كويس جدا السؤال ده، لان انا لحد 4-5 ساعات كنت بحاول اذاكره عشان اجاوب. نقاط قوه روسيا ان هم بيلعبوا في الهجوم ب7-8 لعيبه. فليه برضو عايزين روسيا تحقق طفره؟ انت صارفه فلوس كتير جدا، اللعيبه ديت عايزه تحقق حاجه للجمهور بتاعها دوت، وطبعا احنا عارفين ان ثقافه الشعب الروسي قريبه شويه من الثقافه الشرقيه بتاعتنا، فعايز يحقق حاجه للشعب بتاعه ده، الى جانب ان عندهم بعض اللعيبه المحترفه البرازيليين عندهم بتاع 4، فانا مش دافع لك ومجنسك كده وخلاص، لازم تعمل لي حاجه. فالمهم بيهاجموا ب7-8 في بعض الاوقات، فايه ده؟ طب ده انت اللي انت بتعتمدي عليه ان انت بتاخدي الهجمه المرتده وبتعمليها. فساعتها بيبقى في ورا بيقول لك 2، بيقول لك ان قلب الدفاع بتاعهم لسه مرجعينه عنده 39 سنه، ويعني الراجل طالع معاش، سرعتهم في الدفاع قليله، حارس مرماهم قليل، ما معناه ان انت لو خدتي يعني كانك بتلعبي مباراه ملاكمه، لو يعني طوشتي البوكس الاول ما خدتهوش هتروح انت ضربه 2 مستقيمه وواحده خطافيه، بس مع التركيز ان انا مش هسمح لك بان انت لو جات لك الفرصه دي ان انت تكرريها تاني. واخد بال حضرتك؟ عندهم هم التركيز ده وفايقين فيه. بس هنا عشان كده بيقولوا انه يعني وفقا للاداء الهجومي المندفع للمنتخب الروسي، عشان كده بيقولوا ان محمد يعني مشاركه محمد صلاح ممكن تعوق شويه من فكره الاندفاع الكبير ليهم ده، على اعتبار انه هيبقى في تخوف من اي مرتده قد ياخدها صلاح، وبالتالي قد يوقف شويه فكره الاندفاع الهجومي الكبير للمنتخب الروسي. آه. المدرب الروسي كان وهو قال هنوقف روسيا يعني تصريحاته امبارح قال راح الدوري الانجليزي بتاع 3-4 مرات عشان يذاكر اللعيبه المحترفه بتاعتك اللي هناك، ومحمد صلاح على وجه الخصوص يعني كان قاعد بيعمل له دكتوراه في ان هو ازاي يوقفه، ولدرجه ان لقوا الحل في اللي عمله راموس الجزار في ان هو طب تعالى نبعت له تهديد ان بص احنا هنعمل زي راموس وهنمسك لك سلاح ابيض ونقف على الخط بره، فيعني ما تحاولش انت تفكر تنزل. دي حتى تصريحات تهز النواحي النفسيه شويه. بالتاكيد المدير الفني الروسي هو عارف ان لو محمد صلاح نازل، وعملوها مع ميسي مثلا في ان هو ايه تعالى اقابلك، ويبقى لو انت رقصتيني او جريتي مني في واحد تاني بالظبط هتبقي بتحاولي انت تبعدي الكوره عني، هتكون اقرب لزميلي اكتر منك، فعلى الاقل ده انت هاجم انت تفكر فيه بحاجه زي فرقه كره السله وكره اليد، لما تيجي في النواحي الدفاعيه بتاعتهم يروح مخلي لعيب من اللعيبه بتاعته مجند ليك انت ولا ليك دعوه، حتى يقول لك لما كان يطلع المدرجات اطلع ورا المدرجات، انت العب على ده. صلاح لو لعب عليه 2 يبقى انت خرجت 2 بره الدايره، واستخدم بقى دي معاك، ركز بشكل كبير جدا ان انا متخوف من حكم المباراه من باراجواي، تركز بشكل كبير جدا ان انت بقى مش كل شويه تروح عامل فاول تروح عامل ركنيه مش عارف ايه، لا ركز بشكل كبير جدا، الضغط النفسي هنا ممكن يلعب دور برضو على الحكم لصالح ممكن يعمل ضغط على الحكم او ممكن، انا بعتبر ان الفيفا فيها فساد رهيب للغايه، ممكن يكونوا هم يعني مقسمين الدنيا وعاملين ان يعني انفانتينو لو بالنسبه له مصر ولا روسيا، لا روسيا دوله منظمه الجمهور بتاعها مش عارف ايه، حتى مع استخدام بقى تقنيات الفيديو اللي شفنا استخدامها اكتر من مره اللي قلنا يمكن تردع شويه، مش انا ولا انت البرازيل بتقول الجون بتاع سويسرا من مخالفه واضحه، طب كانت فين ساعتها؟ وكان ليهم بيقولوا ضربه جزاء، طب كانت فين ساعتها القصص بتاعت
تقنية الفيديو والكلام ده؟ هل عشان سويسرا هي بلد انفانتينو؟ طبعا لا ما تقولش كده. طب هل عشان سويسرا مقر اتحاد دولي؟ لا ما تقولش كده. ولكن انا مع ان تعالى نحد البرازيل، نحد المانيا، وان المانيا هي اللي حدت نفسها عشان تعمل تشوق اكتر وتعمل اثاره اكتر، بدل ما انت تبقى داخل مباراه المكسيك والمانيا. يا عم المانيا خلاص، لا حصل العكس بقدرات المكسيك. طب الارجنتين ولا ايسلندا؟ لا خلي بقى الارجنتين تركن شويه، فيحصل تشوق للدور الثاني. وده دايما بيعملوه الشركات الراعيه مع الاتحادات الدوليه او القاريه، عشان مثلا مثلا الاهلي كان يفوز لا اركن بقى على جنب، والا مش هيجي لك شركات راعيه. فالفلوس بقت بتحكم بشكل كبير للغايه. طيب احنا احنا هنكمل طبعا مع حضرتك. حضرتك ذكرت الحكم هو باراجواني زي ما حضرتك قلت، اول مره يحكم في كاس العالم، مع انه كان ليه تحكيمات ربما في حاجات دوليه اخرى. ده بيفرق في ايه يعني؟ ده بيأثر في ايه؟ وليه انا قريت ان روسيا خايفه منه بعكس الكلام اللي حضرتك بتقوله انه ربما يكون مايل لروسيا؟ شوفي، لما بالتاكيد بالذات بيبقى في حكم لاول مره في كاس العالم بيبقى مستنفر بشكل كبير والله. ليه بقى؟ وبيبقى عنده مستنفر ايجابي بالنسبه له وعنده خبرات، يعني هو مش لسه حكم جديد وجايباه عشان يحكم فيبقى مهزوز، لا ده حكم كاسات قارات كتير، حكم بطولات انديه كتير، قعد مع في امريكا اللاتينيه، الجماهير عندهم هناك يعني مهاويش بكره القدم اصعب مننا بمراحل. فهو من ناحيه التخوف ان هو يغلط بدون قصد ده بعيده. انما انا عن نفسي في اكتر من ملمح وحاصل في سواء في دوره الالعاب الاولمبيه او في كاس العالم، تجد كتير بتتدخل الامور سواء تنظيميا او سواء مين يفوز بالماتش او امور وتعالي بقى اثبتي مثلا زي مثلا الارجنتين وانجلترا، الجون الرئيسي بتاع ايد مارادونا، وفي اكتر زي انرامو تقريبا لما كان بيلعب قدام الاهلي ولقيناه بيلعب احسن من حارس المرمى، ده موجود. ولكن عشان الفلوس، انت مش هتيجي ديري كشركه راعيه وانا عارف انت اللي هتفوزي، لا انا لازم الاثاره والجماهير ويحصل الكاموفلاج ده كله. خلينا في مصر وخلينا ان احنا نلعب على نفسنا، وخلينا الجماهير دي المتعطشه اللي هي راحت باعداد كبيره للغايه، ويعني انا شايف اكبر هدف احنا احرزناه في كاس العالم ان كل واحد مصري يجيب معاه واحد روسي وهو جاي. عملنا شو رائع في الشوارع، الفكر بتاع الناحيه ان احنا نبقى من الرعاه بتاع كاس العالم في المنطقه عشان السياحه، واللي انت كنت بتكلمه ده فيه شيء فكر رائع للغايه، لدرجه ان انا اتمنى حفلات موسيقيه كمان لعمر خيرت وعمرو دياب ومجموعه. شوف بقى انت برضو لما تيجي في كاس عالم 2030 وتعمل زي المغرب وتحاول تخش بملف حتى لو انت عندك بعض الامور مش متكامله. للاسف قطع حضرتك استاذ عمرو، نروح سريعا نتابع امتحانات الثانويه العامه وامتحانات كمان الثانوي الازهري. الثانويه العامه عندهم طبعا مواد الفيزياء والتاريخ، والثانوي الازهري عندهم ماده الادب والمطالعه والنصوص والتوحيد. معانا مراسلينا مينا مكرم وجرمين ابراهيم ونسمه الشافعي، اهلا بيك يا مينا. مينا من القاهره ومرنا من الجيزه ونسمه الشافعي من معهد ازهري بالمعادي، اهلا بيكم طبعا كلكم. خلينا نبدا من مرنا. مرنا عادل، اتفضلي يا مرنا. جرمين، طب خلينا نبدا عفوا مع جرمين ابراهيم. صباح الخير يا جرمين، وقول لنا لجنه ثانويه عامه بالجيزه عامله ايه و الاجواء عندك عامله ايه؟ ومش عارفه هم لسه ما طلعوش طبعا. صباح الخير يا ولاء، وصباح الخير لحسام، وصباح الخير على كل المشاهدين. بنتابع معاكم النهارده امتحانات الثانويه العامه وانطلاق او استئناف الامتحانات مره ثانيه بعد انتهاء اجازه عيد الفطر المبارك. احنا موجودين في محافظه الجيزه قدام مدرسه من المدارس الثانويه، يعني في محافظه الجيزه الحقيقه
في 20 إدارة تعليمية فيها 186 لجنة أساسية بيؤدي فيها أكتر من 70,000 طالب امتحانات الثانوية العامة. النهاردة هيكون امتحان الفيزياء لقسمي العلوم والرياضيات بيبتدي ابتدى من الساعة 9 وبيستمر حتى الساعة 12. كمان امتحان التاريخ لقسم الأدبي برضو ابتدى الساعة 9 وهيستمر لحد الساعة 12. الحقيقة احنا جينا يمكن من الساعة 9 موجودين او من قبلها، كان في طبعا طلاب واقفين قدام اللجان منتظرين ان هم يدخلوا، كان في يعني لينا حديث معاهم مع اولياء الامور. هم شايفين ان مادة الفيزياء والتاريخ او مادة الفيزياء بشكل خاص هي مادة يعني مهمة جدا لصعوبة المادة بطبيعة الحال، وكمان عندهم رغبة ان هي تيجي في مستوى كل الطلاب عشان يقدروا بيها يعوضوا اي صعوبة كانت في امتحان اللغة الانجليزية. على مستوى الادارة التعليمية في محافظة الجيزة فهي بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك اعلنت حالة الطوارئ، وغرفة العمليات اكدوا ان هي بتتواصل بشكل مستمر مع لجنة شؤون الطلاب ولجنة الثانوية العامة علشان يعملوا جولات مستمرة على المدارس ويتأكدوا من سير الامتحانات بشكل طبيعي وبنجاح وان مفيش اي مشاكل. بالنسبة لامتحان الفيزياء فلازم كمان نذكر ونفكر الطلاب واولياء الامور انه وزارة التربية والتعليم كانت اعلنت قبل كده على بيان في بيان رسمي وعلى موقع الوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي ان هي حددت 10 آلات حاسبة يقدر الطالب ان هو يستخدمها في امتحانات الفيزياء او الكيمياء او الاحياء او كل امتحانات الرياضيات، ولازم الطالب يلتزم بالانواع دي وما يستخدمش اي انواع تانية علشان ما يتعرضش لاي عقوبة او تتسحب منه الآلة الحاسبة. وزي ما قالت الوزارة ان سبب تحديد الانواع دي هي انه ما بقاش فيه استخدام لانواع متطورة تكنولوجيا ممكن بعض من الطلاب يستخدموها في عمليات الغش او الغش الالكتروني، وخصوصا ان الوزارة يمكن السنة دي بذلت جهود كبيرة جدا علشان تكافح فكرة الغش او الغش الالكتروني. كان بيحصل في بعض المواد السابقة وكنا بنتابع انه ممكن طالب بعد مرور نص ساعة من بداية الامتحان يصور سؤالين في ورقة الاجابات البوكلت ويسربها على الانترنت، لكن كان في سرعة في الوصول للطلاب عن طريق طباعة رقم سري على كل ورقة بتسهل الوصول لأي طالب ممكن يعمل عملية غش إلكتروني لأي امتحانات. كمان من المنتظر يمكن النهاردة أنه الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه يعلن على إجراءات صارمة هتاخدها الوزارة ضد محاولات الشغب في أي لجنة من اللجان المختلفة. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. نشكرك جرمين وخليكي معانا، وهنروح كمان لمينا مكرم ايضا من لجنه الثانويه العامه بالقاهره. ايضا اهلا بك يا مينا، وطبعا النهارده يوم تاريخي زي ما هو الرياضه المصريه لكن لطلاب الثانويه العامه امتحانات الفيزياء والتاريخ. قول لنا برضو الاجواء عندك سريعا بس بفضلك. صباح الخير حسام، صباح الخير ولاء، برحب بكم بكل مشاهدي صباح عن من امام احد لجان الثانويه العامه في محافظه القاهره تحديدا متواجدين في منطقه عابدين. بنتابع اليوم امتحان الفيزياء للشعبه العلميه والتاريخ للشعبه الادبيه. زي ما ذكرت حسام النهارده يوم تاريخي بينتظر المصريين لمباراه مصر وروسيا صحيح، ولكن ايضا بيتابعوا وبينتظروا اهالي كثيره جدا لخروج اولادهم بنجاح و بتوفيق في امتحانات الفيزياء والتاريخ. تقريبا 1777 لجنة سير على مستوى محافظات الجمهورية اليوم بتنتظم فيها عملية الامتحانات، بدأت في تمام 9 صباحا مع استلام أوراق البوكليت الخاصة بامتحان الفيزياء والتاريخ، سواء للشعبة العلمية اللي بيبلغ تقريبا أعدادها أكثر من 300,000 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية اللي بيبلغ تعداد طلابها أكثر من 200,000 طالب وطالبة. أعلن أيضا المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم رضا حجازي عن انعقاد مؤتمر صحفي خاص لمتابعة العملية، عملية الامتحانات اليوم في تمام 12 ظهرا زي ما هو معتاد على متابعة الامتحانات بشكل يومي، وعقد المؤتمرات الصحفية لمتابعة سير عملية الامتحانات بشكل يسير والوقوف على أبرز الملاحظات اللي مرت على يوم الامتحانات. بشكرك يا مينا. عودة ليك حسام وولاء في الاستوديو.
نشكرك يا مينا مكرم طبعا من احدى لجان القاهرة. وبنروح سريعا ايضا لاحد المعاهد الازهرية ونسمة الشافعي في النهاردة الادب والمطالعة والنصوص والتوحيد. يا نسمة تفضلي. صباح الخير ولاء. صباح الخير على كل الساده المشاهدين. يعني بالفعل بنتابع معكم من امام معهد المعادي الاعدادي الثانوي للبنين امتحانات الثانويه الازهريه، وبيؤدي طلاب الشعبه الادبيه امتحان زي ما انت قلت يا ولاء الادب والنصوص والمطالعه من الساعه 9 للساعه 11، وامتحان التوحيد من الساعه 11:30 ل1:30. كمان الشعبه الاسلاميه بتؤدي برضو امتحان الادب والنصوص والمطالعه، والمختلف هو امتحان الصرف من الساعه 11:30 للساعه 1:30. يعني الامتحانين كل امتحان بيستغرق ساعتين فقط. اللجان يعني بالتاكيد فتحت ابوابها في تمام الساعه 8:30 صباحا لاستقبال الطلاب والتاكد من ارقام جلوسهم وجلوسهم في مقاعدهم الخاصه بهم، وفضلا طبعا عن الاجراءات التفتيشيه هي التاكد من عدم وجود اي اوراق خاصه بالمواد وعدم وجود اي هواتف محمول، لانها بتعتبر يعني محاوله الغش حتى لو كان التليفون ده مغلق. خليني كمان اقول لكم انه يوجد 156 ألف طالب وطالبة بيؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية منقسمين لأكثر من 100 ألف طالب في القسم الأدبي وأكثر من 55 طالب وطالبة في القسم العلمي بيؤدوا امتحانات الثانوية الأزهرية في 566 لجنة. كمان يعني الأزهر الشريف شكل منذ بداية انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية غرفة عمليات مركزية بيتبعها غرف عمليات فرعية لمتابعة تيسير الامتحانات والتأكد من عدم وجود اي مشاكل ولتلقي ايضا اي استفسارات او اي مشاكل من الطلاب واولياء الامور وحلها في اسرع وقت. كمان اكد وكيل الازهر دكتور عباس شومان على توفير كافه سبل الراحه للطلاب ومواجهه اي محاوله للغش او تسريب الامتحانات. يعني الامور هنا بتسير بشكل طبيعي. الطلاب يعني بداوا الامتحان منذ تقريبا نصف ساعه، وسنتابع معكم في الخدمات الاخباريه القادمه. نعم بشكرك يا نسمة شافعي ايضا على الطلاب من احد المعاهد الازهريه، وكمان جرمين ابراهيم بشكرها من الجيزه، ومينا مكرم بشكره ايضا من القاهره. شكرا لكم وربنا يوفق جميع طلابنا طبعا، يا رب يكون يوم موفق يا رب. نرجع مره ثانيه للاستاذ عمرو. مش تضحك عليا يا استاذ عمرو، حلو يوم موفق دي. معلش كان لازم نطمن برضو على هم مقسومين بين فيزياء وتاريخ ومطالعه وتوحيد كله بعد الساعه 8. مش هتلاقي فيه مذاكره، مش هتلاقي فيه دروس. والله جزء كبير منهم عقله متوجه للماتش. والله يمكن كنت بدرس الشباك حتى احمد قريب. انتوا تجربه 90 وانتوا في ثانويه عامه، دي حصلت معايا. كان ماسك كده وزين في حته ثانيه. ان شاء الله تكون امتحانات سهله ويخف يا رب. ان شاء الله. استاذ عمرو عايز تسال. انا بس كنت عايز اسال سؤال طبعا متعلق ب تصريحات مدير المنتخب او مدرب المنتخب الروسي سانسيلاف، مش عارف ايه الاسم الصعب ده. كان بيقول انه المصريين بيلعبوا تقريبا بخطه لعب واحده واحيانا بيخطئوا فيها، وده في ضمن تصريحاته. فالسؤال هنا، هل احنا فعلا هنستمر بنفس خطه اللعب يعني مع تغييرات فقط بسيطه، واللي البعض كان بيشوفها ان هي دفاعيه ازيد من اللازم احيانا، ما بتوصلناش لمنطقه جزاء الخصم بالسهوله، هل هتستمر نفس طريقه اللعب دي اللي هو بيقول ان هو حفظها؟ طب شوف، يعني حتى لو احنا اختلفنا ولكن تعالى نتكلم برضو بالارقام. يعني ممكن الواحد ينتقد بس ما يقف مع نفسه. الراجل وصلك نهائي كاس افريقيا بعد ما انت ما وصلتش ثلاث دورات، كنت بطل افريقيا ثلاث دورات وبعدين وقعنا ثلاث دورات، وصلت كاس افريقيا ولعبت نهائي بالطرق دي. وصلت كاس عالم بعد 28 سنه بالطرق دي. ايه اللي حاصل؟ ده ممكن نتكلم احنا النهارده 19/6 19/7 ممكن نتكلم فيه انا وانت وحضرتك. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت الانديه كلها تطمع في نتائج خاصه ليها، ملهاش دعوه بمنتخبات. اللي حصل اتحاد كوره مش بيبص انا عندي مثلا، كان عندنا زمان يبقى في تجيبي حراس مرمى افارقه، فجه عليكي ما بقاش في حراس مرمى ولا المنتخب لاقي حد وكان مركز ضعيف جدا، فروحتي عامله ان ممنوع حراس مرمى افارقه. الانديه بتعمل ايه؟ عندك أربعة لعيبة أجانب، الأربعة لعيبة بيجيبوهم ثلاثة مهاجمين والرابع مهاجم.
فاذا يبقى عندك 24 بكام ب 80 واحد مهاجم منتخب مصر مش لاقي. فده العيب مش عند كوبر بقدر ما احنا عندنا. انت متفق معاه على مرتب 80,000 دولار مش هتديله 81 او ولا 79. اذا حط قوانين ان انت تعمل ده. هو ده فكرك. مش فقط انت بتشوف شركات راعيه وبس. ده اللي انت لازم تدور عليه. الى جانب حضرتك بتقول المدرب الروسي ده لازم يعمله. بيلعب معاك ماتش تنس بينج بونج قبل الماتش نفسي. يلا تعالى نخوف بعض وتعالى شويه كومفلاشات. احنا كاعلاميين قول لي شويه كلمتين عشان المنشطات بتاعتنا والقنوات حتى لو هو مش هيعمل بده. ولكن الاهم اللي هو عمله هاني ابو ريده الساعه 11 بالليل لما قعد مع اللعيبه بعد ما اتعشوا و يعني اشتغل معاهم طبيب نفسي اكتر من ان هو كان رئيس اتحاد وطلب منهم ان هم يركزوا وان هم العالم بيحترمهم بعد ماتش اوروجواي. عايزين نثبت نفسنا اكتر. عايزين ما نخافش. وبيني وبينكم وانتوا بتسالوا لجان الثانويه العامه اهم حاجه فعلا وكان المدربين يقولوها استمتع. احنا فعلا لو استمتعنا ولعبنا وحاولنا انا اجاريك وانت تجاريني انت مصري وانا روسي وتبقى انت ما عنديش انا اربع ايدين ولا 15 رجل انا زي وانت زيك حتى لو الفوارق البدنيه عندك سرعات عندك حاجات تانية زي المكسيك ما عملت مع المانيا زي ما ايسلندا اللي مليون عملت مع الارجنتين زي ما سويسرا عملت مع البرازيل زي ما بلجيكا هرست بنما. احنا محتاجين ان احنا نكون مركزين 11 قدام 11. استاذ عمرو يمكن اخر سؤال بالنسبه للحرب النفسيه اللي حضرتك ذكرتها والتمويه وما الى ذلك. كان المدرب الفني برضه لروسيا قال انه محمد صلاح ليفربول غير محمد صلاح المنتخب المصري. صح جدا. دي حقيقة. حتى هيكتور كوبر نفسه يعني هم مش خايفين منه؟ يعني لا هو يعني مش خايف منه. مش هو شايفينه بيمثل لهم خطورة؟ هو دلوقتي خدك محمد صلاح على جنب زي ما انت بتقولي انا عايز الفليتو اركنهولي يا عم مكانهولك. وبعدين هو بيقلل من منتخب مصر امام فريق ليفربول. كوبر اعترف بده لان بيقولوا له محمد صلاح جايب حاجه و40 جول مع ليفربول في الدوري الانجليزي والدوري الاوروبي. ايه؟ قال لك محمد صلاح جنبه واحد برازيلي هنا، واحد برازيلي هنا، واحد سنغالي تحته، ثلاثة أربعة لعيبة مدافعين إيه؟ حارس ألماني، يعني منتخب أقوى فريق أقوى من المنتخب، فقادر ده يتمول. محمد صلاح في ليفربول ما بيدافعش، محمد صلاح يلعب على الجناح يلعب رأس حربة، محمد صلاح لو ما دافعش في منتخب مصر أنت تحس ببرد. طب لو رأيك لو لعب هيلعب شوط أول ولا شوط تاني لو هيلعب جزء من المباراة؟ انا اتمنى ان هو يلعب شوط اول لان لو لعبنا شوط تاني يرفع معنويات مين قال لك ان انت عندك لسه فرص. صح. ولو انت اخرته هتدي للاخر زي ما حضرتك قلت ايه ده مصاب لا العب عليه بقى وركز. انما لما تشوفه نازل لو هو قاعد على الدكه في الماتش اللي فات ده كان مؤشرات قويه للغايه في ان هو ايه ده ممكن ينزل في اي لحظه مسبب ارتباك ل كبار نجوم اوروجواي. كفايه ان يورو نيوز راح حاطط لك محمد صلاح ضمن الاربعه الاقوى في العالم. ميسي ورونالدو ونيمار. ايه ده؟ واحد من دوله مصر فده شيء رائع. وقتنا خلص. وعموما بيبقى دايما في حاجات قبل كاس العالم كده ان يجيب لك مثلا شمبانزي ولا يجيب لك مش عارفه ايه ويحط لك روسيا كله بيقول مصر بالظبط الشمبانزي والقطط وكله الشمبانزي قالت مصر. طيب يعني ان شاء الله ربنا يكرم ربنا يسهل يبقى ننزل معانا شويه الحيوانات دول يبقوا يعملوا حاجه في المدرجات. استاذ عمرو كمال الكاتب الصحفي بالاخبار بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عمرو نورتنا. نورتنا ان شاء الله نلقاك بعد المباراه بنحل الفوز ان شاء الله على الاقل بالتليفونات نقول مبروك ان شاء الله. شكرا ليك يا فندم. نروح معاكم لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل محركم وفقره بقى عن تنميه الموهبه بقى بنتكلم عن نموذج زي محمد صلاح ازاي نقدر نخلق منه نماذج ثانيه مختلفه والموضوع بيبدا من الاسره ازاي تكتشف الموهبه وتنميها بعد الفاصل. مرة تانية
وليه يعني ليه تم تصنيف مثلا النظام التعليم الفنلندي على انه هو التعليم الاول على مستوى العالم؟ لان هم فطنوا من البدايه لموضوع الموهبه عند الاطفال. يعني تخيل الطفل بيروح المدرسه 4-5 ساعات بس، في ساعه منهم كمان بريك، بيسيبوه يلعب لعب حر، بيكتشفوا مواهبه، بيشوفوا هو بيحب ايه، بيحب يخلوه يحببوه في المواد ويحببوه ان هو يجي المدرسه. لان في دراسه بتقول ان الطفل منذ الولاده وحتى 5 سنوات بتبقى نسبه موهوب جدا بنسبه 90%، وبتقل كل ما بيكبر لو الاهل الاب والام ما استغلوش هذه الموهبه واستثمروها. استخراج الموهبه واكتشافها في الطفل مسؤوليه نظام تعليم، مسؤوليه دوله طبعا، مسؤوليه مجتمع، ومسؤوليه اسره ثم اسره ثم اسره. ازاي انا اب وام اكتشف ان ابني موهوب ازاي، وهل في طفل ممكن يكون مش موهوب اصلا، اكتشفه ازاي، وايه امراض الموهبه عند الطفل؟ كل الاسئله دي هنروح بيها للدكتور نور اسامه، استشاري تعديل السلوك. اهلا بيك يا دكتور نور. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك، منورنا. نور كان بيتفرج على ماتش فيه مع الناس بقى. طيب قليل جدا. هذا محرك من البدايه. هل ممكن يبقى في طفل ما عندوش موهبه او شخص ما عندوش موهبه؟ بص، هو الاول خلينا نفرق بين الموهبه والمهاره. الموهبه كلنا بيتولد بيها، وفي ناس بتعيش وتموت محدش يعرف حاجه عنها عشان هي ما عرفتش هي موهوبه في ايه. المهاره دي احنا بتنمى كل يوم. انا عرفت مثلا انا مذيع او عندي ملكه ان انا بكلم الناس، عندي ذكاء اجتماعي، فبمرنها من خلال المهاره. الفكره بقى اللي احنا ممكن نقتل اولادنا غصب عننا من خلال حاجات كتيره جدا. يعني احنا محتاجين نعرف برضو ازاي ممكن نحب اولادنا. يعني في حاجات كتيره جدا المفروض نعملها كنوع من انواع التطعيم لاولادنا عشان يطلعوا اسواء، بعد كده يبدا يتحملوا المسؤوليه، بعد كده مرحله اكتشاف الموهبه. يعني كان في قصه حقيقيه، كان في ام المدرسه بتكلم جوزها بتقول له في كنت طالبه من الفصل كله ان يعمل لي موضوع تعبير. ففي ولد عامل لي موضوع تعبير يقول نفسي اكون تلفزيون. نفسي اكون تلفزيون. فليه سالته ليه حبيبي نفسك تكون تلفزيون؟ قال لي عشان بابا مش بيسمعني الا قدام التلفزيون، بابا بيحب التلفزيون اكتر مني، وماما مش بتسمعني زي ما بتسمع الموبايل حبيبي. فهو حابب قوي يكون موبايل او تلفزيون عشان بابا وماما يحبوه. فقال لها ايه ده، ازاي اهلك قاسيين كده؟ قالت له انت نسيت ان ابننا معانا في الفصل، انا برضو بدرس له موضوع التعبير ده بتاع ابنك. يا نهار ابيض. الاهمال في التربيه قاتل اولادنا. التربيه القائمه على التهديد. اليونسكو في مصر قالت ان اكتر من 78% من اطفال المصريين بيتعرضوا للايذاء النفسي. انت غبي، انت متخلف، انت ما بتفهمش، ماما هو كذا، انت مش فاهم حاجه، لما تكبر هتفهم. لما ابني بيسال ليه نقول له عيب، دي قله ادب، رغم ان ابني بيتعلم من خلال الخبرات، والخبرات بيتعلمها من خلال ليه يا ماما، ماما ترد عليه فمدركاته بتوسع. بيعتقدوا ان ده جزء من فكره انك صرامة. بتنشف الولد كده وتطلعه، يقول لك طلعه راجل. انا بطلعه بقى يا شخص ما عندوش ثقه بنفسه ومنطوي، يا شخص عنده مشكله، فبتحول لي الى طفل لما اقول له انت لسه ما كبرتش، لما تكبر تفهم، الى شخص عنيد او شخص عصبي او شخص عنيف. طيب لو علمت ابني على الاختيارات واديله كرامته ومهنوش خالص، ودايما اقول له حبيبي تحب ده ولا ده، يطلع شخص سوي. طب دي اول مرحله مهمه جدا هي التطعيم. المرحله الثانيه مرحله تحمل المسؤوليه. عند سن 3 سنين هي مرحله التدريب والتعويض لاولادنا. ازاي بقى؟ ادينا امثله كده. ادينا يعني احنا المفروض يتعلم 3 سنين، يلا حبيبي اساعدك في ترويق سريرك، اساعدك في لبسك، لما يجي يذاكر ما اقعدش انا اللي اكتب له، اقعد جنبه الاول، يا حبيبي لو احتجت حاجه انا اساعدك. انا شخص مساعد. اديله المبادره يعني. صح. لو حصل له مشكله، احنا دايما بنحل لاولادنا المشاكل، دايما بنختار لاولادنا تصفيه شعرهم، لبسهم، لا، احنا نديله اختيارات وهو يختار. طب لو حصل له مشكله ما اجبروش على رايي، لا، اديله اختيارات وهو يختار. ده بيساعده في تنميه الجانب الابتكاري طبعا مثلاً. والخصوصيه، يخلق الحلول اللي هو بنفسه. صح. والمهام يعني تبع لسنه مثلا، حبيبي انت مسؤول عن البيت النهارده حد وثلاث مثلا، طبعا مش مسؤول عن البيت بس يحس بكرامته، يحس بكام. الطفل لما الحاجه تتكرر قدامه اكتر من مرتين بيكتسبها 10%، بيكتسب الحاجه والشيء بيحصل قدامه اكتر من 100% لما بتحصل قدامه 6 مرات.
ففكره ان احنا نخلي اولادنا يتحملوا المسؤوليه ودي تاني مرحله. تالت مرحله بقى اللي احنا نكتشف مواهب اولادنا. هي دي النقطة اللي احنا بقى بنتكلم فيها بالزبط. انه ازاي اعرف ان ابني بيحب الحاجة الفلانية او موهوب في الحاجة الفلانية ازاي؟ الفكرة بقى نسأل نفسنا سؤال، هل انا عايز ابني شخص عادي ولا شخص مميز؟ ولازم اعرف حاجة تانية، اللي كلنا مختلفين وكل واحد ربنا خلقه عنده قدرات لا حدود لها. يعني دايما بقول كم واحد كان قاعد تحت شجرة من التفاح وقعت عليه التفاح راح غسلها الا واحد نيوتن وعمل على اساسها قانون الجاذبية الارضية. عشان في ناس ساعدته وناس دعمته. طيب كم واحد لقى في طبق صغير في ميه، الميه دي بتقع مسح حواليه الا واحد بس، ارشميدس، وعمل قانون الازاحه. طف طف ليه؟ عشان واحد فكر وفي ناس دعمته. احنا لازم نعترف ان كلنا اشخاص مختلفين، فما ينفعش اطلع لازم احترم. مش دعموه قوي بس عشان مثالين، اما كل واحد طلع عينه بعد كده بس يعني في قصه روايه تاريخيه تانية. بس انا قصدي انه التفكير المختلف اللي انا احترم رغبات ولادنا. ابني نفسه يجرب ده هعمل له ده. طيب ازاي كل ده يحصل؟ لما احطه في وسط خبره. يعني في ناس يعني مثلا ابني بيعرف يالف، ابني بيعرف يكتب قصص، ابني بيحب الرسم. فلو ابني بيحب القصص او التاليف او خياله واسع، ده حاجه اسمها ذكاء كتابي او ذكاء لغوي. في الحاجه كويسه ان انا انمي المهاره دي عنده، يبقى هو شخص موهوب في دي. طيب ده معناها ان هو مثلا وحش في الرسم ما نميش؟ لا، في حاجه اسمها ذكاء لغوي ان انا انمي اللغه عنده، ذكاء فني اللي هو بيعرف يرسم كويس. في ناس عندها ما عندهاش كل ده وعندها ذكاء اجتماعي. طب انا عندي سؤال في الحته دي، هل بالملاحظه الطفل هو ممكن يكون موهوب ايه، ولا احيانا ممكن بالتجريب؟ يعني خليه يجرب كذا حاجه مختلفه وبالتالي ممكن تطلع منها بشيء. لانه احيانا الطفل او الشخص، حتى مش الطفل بس ولا الاطفال، الاطفال الكبار مش عارفين احيانا هو ايه موهبته. بص احنا دايما بنقول بقى حاجه مهمه قوي في المرحله دي، احنا لازم هو صغير نبني عنده قدوه. عن طريق ايه؟ نبدا ننمي فكره الرسم عنده والتلوين، دي مهمه جدا، والبازل والكلام ده، العاب الذكاء الاول، الميكانو والحاجات دي، الميكانو، البازل، المكعبات. ابدا انمي التركيز عنده، احط له مثلا خيط واحط فيه حبوب صغيره عشان انمي عنده ذكاء، حاجات اللي فيها ذكاء مختلف. الرسم عنده عشان العضلات الدقيقه، ببني عنده قدوه عن طريق احكي له قصص فيبني قدوه بالنسبه له. فدي اول مرحله. ده من سن كام دي يا دكتور؟ معلش، لان يعني عشان احكي له قصص فيها قدوه واوصل له حاجه عميقه زي دي، المفروض من سن كام مثلا؟ بص اول حاجه احنا ممكن نحكي له من سنتين، نبدا احكي له قصص بس ناس بيحب انا هو بيحبهم. بمعنى ابني مثلا رمى حاجه على الارض، فقول له يا شفت خاله؟ خاله عمره ما كان هو بيحب خاله قوي، فاربط له رابط الايجابي، خاله اللي هو بيحبه اللي هو ما كانش بيعمل السلوك ده. تباعا تدريجيا بعد كده 3 سنين وكده ابدا احكي له بقى قصص ناس هو بيحبهم. واحب الناس ازاي؟ من خلال انا بوريه الشخصيات دي كنوع من انواع التحفيز الايجابي. وفي نفس الوقت هو مثلا بيحب دكتور مجدي يعقوب مثلا، من خلال القصه انا بحكي له، فبقى ابدا القبه في البيت لقب ايجابي، يعني مثلا الدكتور العظيم، المهندس الصغير. فابدا انا اعرفه الخبرات من خلال الناس اللي حواليه، وابدا القبه باللقب ده كنوع من انواع التحفيز الايجابي. ايه هي امارات النبوغ يا دكتور نور؟ يعني اعرف منين ان ابني موهوب؟ موهوب. بصي هي الفكره اللي احنا لازم نعرضه اكتر نوع من انواع الانشطه. يعني انا عمري ما هعرف ان هو موهوب في حاجه الا لما يجرب. يعني مثلا ازاي احط ابني رياضه معينه؟ مش هعرف قبل 12 سنه. لحد ما احطه في السباحه واحطه جمباز فيحصل له نمط جسماني معين، يا عضلي يا نحيف يا سمين، واحطه على حسب اللعبه بتاعته. فالحاجات اللي احنا لازم نعلمها له الحاجات الاساسيه، العاب الذكاء، الرسم والتلوين، الحاجات الخاصه بالموسيقى والفن، احطه في حاجات كاركتر بيلدنج اللي هو يبدا يعيد ثقته بنفسه عشان ممكن يطلع عنده ذكاء اجتماعي وانا ما اعرفش. فلازم الحاجات الاساسيه دي احطه فيها، بعد كده بشوف ابني ايه اللي بيحبه، فلازم يبدا يجرب كل المجالات. احنا محتاجين حلقه ثانيه يا دكتور، لانه الموضوع حلو وحضرتك قلت لي معلومات مهمه جدا، محتاجين نكملها ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا، وان شاء الله تمنياتنا لحضرتك والنهارده مشاهده سعيده للمباراه. وشكرا انك جيت مره ثانيه. بشكرك يا ولاء. شكرا يا حسام. وان شاء الله نصر مصر النهارده، دعوات المصريين بالملايين. ويا ريت من كلام الدكتور بس نفسي في حاجه اخيره يا جماعه، زمن اجبار الطفل على موهبه
او على مجال دراسه او انك تقول له سيب الرياضه عشان تروح عندك امتحانات ثانويه عامه، هذا الزمن والاسلوب الفرعوني في التربيه ده اسلوب لازم ينتهي. انك عشان طبيب تطلعه طبيب، وعشان دكتور في الجامعه هذا الاسلوب لازم ينتهي من المجتمع. شوف حضرتك بكره على خير ان شاء الله.